الويكاند. رجعنا معكم في الويكاند على راديو ميت. صباح النور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا للناس يتابعوا فينا الكل على 104.1 وعلى 97.2. مشوار باش يكون متواصل حتى ل 11 كالعاده في الويكاند. وصلنا لوقيت هذايا اسمع الحكايه كيما قلت لكم قبيله، ثم برشا حكايات نتاع احباط يصيروا لبرشا شباب. ان شاء الله على كل حال ما يصير، يكون فما حل للمشكله كيما هذه. الاسبوع اللي فات كيف الحكايه صارت في دبي، في دبي الجمعه هذه زاد كيف في دبي. صباح الخير يوسف، مرحبا. صباح النور زينب ليك وللناس اللي تسمع فينا الكل، اللي نجموا يتفرجوا فينا ويبارتاجيو فيديوهاتنا ويتحفونا بالتعليق المزيانه نتاعهم على باج راديو ميد. مرحبا بيك. دونك كيف ملف جديد الجمعه هذه، ملف جديد، حكايه جديده. هالحكايه هي جديده، الاكسبو دبي في مشاكل يا اخويا. واش المشاكل صاروا فيه؟ اقسم بالله تي نورمالمون هو اكسبو معناتها باش يتعرض فيه الحاجات المزيانه نتاع تونس، نكرموا فيه الفنانين نتاعنا، وكان لازم نعاونوهم بحاجه ماديه. نحن لا نزيدوا ناخذوا تابلوات نتاعهم وناخذوا افكارهم وكل شيء بلاش. وزيد ميلا اسمع الحكايه، اسمع الحكايه. صباح الخير يا بلادي، وسامحني المره هذه ما سميتكش باسمك، يمكن خاطر حبيت نحس بالروح بالحق ولدك، حبيت نحس روحي بالحق ولدك، حبيت نشوف زعما كيما انت ساكنه في قلبي، زعما حتى انا ساكن في قلبك. انا شكون؟ انا شعبك، انا شبابك، انا فنانينك، عازفينك ورسامينك، انا الناس اللي جاعت وبكيت من شده الليالي البارده، انا اللي ظلمتني وهجرتني، انا اللي غنيت يلي ظلمني وشقيت بحور هارب من حضنك، انا اللي رسمت وتفننت وفي الاخر بالمشي والجي والوعود الكاذبة تعبتني وبرولتني، أنا اللي في حالي وفي ترابك كرهتني، أنا طبتك ومهندسينك، أنا معلمينك وستذتك، أنا الناس اللي عملوا كل شيء باش يعيشوا فيك، وانت اللي عملت كل شيء باش تبعدنا عليك، أنا ولدك وعمري ما نسيت. حكايتنا اليوم بدأت من التدوين اللي هبطها الفنان والرسام سجاء، اللي قال فيها رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، السيدة وزيرة الثقافة والسيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، أطلب باسترجاع لوحاتي من رواق تونس إكسبو دبي وضمان حقوقي ومستحقاتي من مركز النهوض بالصادرات سيبيكس. شنو الموضوع؟ شنو المشكل؟ معنا سجاء بالتليفون. جستمان معنا سجاء بالتليفون. صباح النور سجاء. صباح الورد يعيشك. مرحبا بك. وشكرا على تسمعوا صوتي وتوصلوه، ربي يفضلكم. مرحبا بك سجاء، خلينا نتعرف عليك الساعة. جست الاسم سجاء؟ اي الاسم سجاء، اسم فني سجاء. اي فوالا. فنان تشكيلي، خطاط، رسام وخطاط. عاده فما الخطاطين وفما الرسامين. انا نجمع بين الفن وبين الخط، معناها فما الابستري فما الخط فما الفيجوراتيف. معناها قديتها قرايه ولا غرام ال... لا لا لا، غرام الصغرى ما عمري ما قريته الفن. تري بيان. دونك شنو اللي خليك ساعه تشارك في الاكسبو تاع دبي؟ كيف جاتك دعوة انت معناتها قدمت روحك على انك نجم تشارك وتحب لي تابلو نتاعك يكون موجودين؟ لا روحي، لا لا لا، كونتريرمون على اللي نجموا يقولوه ما قدمتش انا روحي. اي شنو اللي صار؟ قابلتهم، معناها اتصلوا بيا، قابلتهم في مكاتب السيبيكس، معناها ما قابلتهمش ديما نقولها في الشارع ولا تحت حيط، في مكاتب رسميه. قابلتهم، حكينا على الاكسبو دبي. شكون اللي قابلتهم؟ نعم، شكون اللي قابلتهم مساجا؟ قابلت زوز مسؤولين اللي لاهين بالاكسبو نتاع دبي وقتها بالفيناليزاسيون نتاعو. زوز مسؤولين، معناها سيد وسيده قابلتهم. وباش ينحيوا الشكوك كلها مازال لهم وقتها، هما 10 ايام ويبدا الاكسبو، اتصلوا بشويه فنانين قبلي كلهم طلبوا فلوس، ومن حقهم راهو يطلبوا فلوس الفنانين، كل واحد يعرف خدمته. انا قبلت ما غير شروط وما غير فلوس، ابريتو ديما نقولها هي في حد ذاتها لي انا فخر وشرف وحاجه تزيد في مسيرتي، مش ما يبداش يزيد، وحاجه تزيد في مسيرتي انه انا نعرض في اكسبو دبي نمثل تونس، معناها الفنان الوحيد اللي مثل تونس في اكسبو دبي. قبلت ما غير شروط، وبالطبيعه هما مزروبين وكل شيء، كانت المفاهمه فيها عده اشياء. اي ننساو المشاركه في المصاريف، ننساو انا مش باش نزيد نحكي عليها، وننساو دونك هنا من غير اي معاليم، معناها من غير حتى فلوس، بلاش باش يتعرضوا. انا شارك بلاش، اي ما قلت شارك بلاش بالضبط. لكن في المقابل شنو هو؟ اي شنو باش شنو اللي كانت شنو يتفهمتوا فيه؟
باش يتحطوا في تابلو. باش يشاركوا اول حاجه في سامحني انا عاطي تابلواتي بلاش. اول حاجه يشاركوا بها هي بار اكزومبل لي فريم تاع لونكادرومون، لي فريم تاع الاطارات والنقل، من النقل اللي انا باش نزل تابلوات معني اضعف الايمان. انا باش نقول لك حاجه، فما حتى موظف يمشي من سيبيكس يتحرك حركه، ما فما حتى موظف من سيبيكس تاع دينار لتونس ولا تاع سيبيكس يمشيو فريد ميسيون ويرجعوا، ما فماش علاش هما يبغضوا فنان ولا مشارك. ودايور المشاركين الكل في السيبيكس بلغه الدارجه متليعين برشا ناس كلموني، وباش نعملوا ان كوليكتيف من ضحايا السيبيكس باش نعملوا شكوى جماعيه. انا هذا الكل مش باش نحكي عليه اليوم، مش نحكي على الاتعاب الماديه، هذاك الكل ما يهمنيش. تو سجاب لي سامحني لهنا فما في وزاره الثقافه وكاله التعاون الدولي اللي هي نورمالمون تخلص الحاجه تذوم اللي فري معناتها نتاع التنقل وكل شيء، معاونوكش في الحاجه ذي؟ لا معاوني حد وزاره الثقافه ما نصورش في باله، خاطر هما كلموني كفنان محترف تونسي مقيد في وزاره الثقافه. كلموني سيبيكس انا اداره تونسيه قالوا لي شزوا تابلواتك شاركوا في اكسبو، قلت لهم اوكي نبعدوا على الاتعاب، خلينا نحكيوا على الاكثر لونجاجمون مورال. شنو كان فيه لونجاجمون مورال يا سجاد؟ لونجاجمون مورال اضعف الايمان يعرفوا بيك، يكونوا تابلوات في الرواق العام وشويه في البافيون في اي بي وشويه في الرواق العام وشويه في الرواق العام مقسومين، يكون ثم تعريف بالفنان كاعتراف بالجميل اللي هو شارك معهم بلاش. واول واكثر حاجه قانونيه اللي هي ان كونترا يضمن حقي وان اسيرونس تضمن اللوحات. هذه اللي تفهمنا فيه نهارة اللي هزيت اللوحات للمستودع متاعهم وتبعثوا عبارة أنا ما نعرفهم، عبارة سيبيكس ما يعرفونيش، حاول تتصل تعمل في نوفمبر اتصلت بهم، عاود قابلني واحد من المسؤولين هذا قال لي إجاني بعد 5 ولا 6 أيام نصحوا الكونترات، وينو الكونترات ويني الاسيرونس حق النفاذ للمعلومة، لازم يشوف أنا الاسيرونس اسكو تتكلم معناها شاملة اللوحات متاعي ولا. قلت لهم راهو كلمة بهذه حق النفاذ للمعلومة، قعدوا يمهتلوا فيا ما صار حتى كونتراتو وما شفت حتى اسيرونس وما صارت حتى كومونيكاسيون على الباج نتاعهم، كونتريرمون للاكاذيب اللي نشرتها سيبيكس اللي قال لك احنا نشرنا تاريخ 26 ديسمبر يكذبوا، خاطر انا المسؤول هذايا وصلت بريسك نبعث له بالعشره مساجات على الواتساب نتاعي وانا حتى في دبي مقيم غادي ما بين تونس ودبي ما يجاوبنيش. مشيت حتى انا المعرض، مشيت حتى المعرض سيبيكس، تصور انت حتى انفيتاسيون للفنان، انفيتاسيون مش معناه نحن نحكي فلوس، راه انفيتاسيون شكليه حتى بار ميل تفضل تزور معرضك في اكسبو دبي ما جاتنيش. مشيت للمعرض من موظف الموظف باش يحلوا لي الباب الفوقاني اللي حاطين اللوحات في الفي اي بي وفي بيروات مسكره باش نشوف المعرض نتاعي، وشفت ستره ما شفتش الكل. اي وين مشاو لي تابلو؟ وين محطوطين لي تابلو؟ لي تابلو محطوطين ما تحطوش اون بوبليك، معناها ما تحطوش اون بوبليك، ما هذيك العقليه نتاعنا احنا في تونس قعدنا ديما في عقليه يتحطوا في رواق يشوفوا فقط مسؤول ولا وزير ولا يشوفوا هما كبروا بيك حطوها في الرواق الفي اي بي. لا هما فما حاجه اخرى زين سجا فما سمعتك قلت قالوا لك تخلط غادي كلمنا انا ما قلتلكش شكون يدخلك. اي قال هي لي هو تاريخ 9 معني ماشي في باله هو ما منعرفش انا واحد باش يدخل لك ما ريستوران ولا حاجه باش يدخل حكايه فارغه معني الاكسبو دبي راهو اللي يعرف كود كيير وتدخل ويطلبوا البي سي ار معناها برشا حاجات معناها اكسبو تحترم نفسها. مشيت غادي المعرض راهو المعرض اللي محطوط فيه التابلو التابلو هو كل كولوار كبير معناها شفتوا انتم حتى تصاور في الانترنت مزيان برشا الاسباس ولا فيديو ولا فيديو قاعده تتعدى ديجا وانت تحكي علاش ما خلاوش الناس تطلع تشوفوا؟ علاش كان المسؤولين يشوفوه مسكر وراو تمشي غادي واحد واثنين وثلاثه وعشره يقولوا لهم ما فما حد الفوق، فما حتى فيديو في سيركول، فما واحد اجنبي من جنسيه عربيه وقف هو مسؤول معناها ما نعرفش وزير ولا حاجه مسؤول حاسيله كبير وقف قدام تابلو باش يسال عليه، حتى اللي ما غادي ما عرفش ما عرفش شنو باش يجاوب ما عرفش حتى شكون الفنان خاطر ما عندهمش لي زانفورماسيون على لي تابلو معناتها مش ناس كل عندهم احتقار تام للفنان. انت من بعد طالبت سجي انت طالبت انه يرجعوا لي تابلو نتاعك والا شنو طالبت بالضبط باش نفهمه؟ انا طالبت يرجعوا لي تابلو طالبت ب باش يتنحاو لي تابلو فوريا من البافيون ويرجعوا لي لتونس. مشيت قابلت مدام سعيده حشيشه اللي هي المديره العامه للسيبيكس وتقريبا في رتبه وزير انا ما نعرفش راهو المناصب جمله ما نعرفش الوزراء تقريبا في رتبه وزير قابلتها مع زوز المسؤولين دخلنا في انت قلت لهم حاجه برك
انسى الكلام اللي تقال على اليمين وعلى اليسار. ثم حاجات انسان يتعامل مع اداره باوراق، كونتراتو موجود لا، تامين موجود لا، كوميونيكاسيون صارت على الفاجر، معناها حتى تامين على اللوحات نتاعك ما تنجم يتسرقوا والا يتقطعوا والا وما تعلمش بهم، ما عندك حتى حاجه تضمن. خلي مامنين، خلي مامنين، باش مامنين، باش مامنين. ما نعرف سيدي محرز، ما نعرفش، قال لك مامنه. وان بلوس دو سا فما دي تابلو وصلوا، فما تابلو وصل اوندوماجي وما نعرفش واحد ولا برشا اوندوماجي، ما نعرفش شنو هو مصيره. المهم التي قابلت مدام سعيدة حشيشة تجاوبت مع طلب نتاعي، دايور نشكرها ونعاود نشكرها، وعدتني وعد رسمي مرة ومرتين وثلاثة في القاعدة، عاودت لي ثلاثة مرات، قالت لي أنا باش نتخذ الإجراءات الفورية باش يتنحاو تابلواتك من جميع فضاءات إكسبو 2020 إكسبو دبي 2022 اللي هو 2020 خاطر بالكورونا بالكورونا أجلوه. قالت لي باش نبعثوهم، قلت لها مدام شنو الاجيال، قالت لي حتى نشوف مع الديوانة وكذا، قلت لها ذاك انا ما نغفركمش على الاجيال، اما ثم حاجه اللي مستقل نجموا نعملوها اليوم اللي هي تنحي تابلوات من اكسبو دبي، نحيهم من البافيون في اي بي وتلفهم لي، معناه لفوهم لي، هذا هي الطلب نتاعي ورجعوهم. واللي كان يسمع فينا واحد من السيبيكس يتدخل، خلينا نفهموا المعلومات كيفاش شنو اللي صار بالضبط. فنان تونسي اليوم يعرض تابلواتي واللي يحصر لا يزي عاتي بلاش في عوض الفنان التونسي، نقدروه ونبجلوه ونكرموه ونزيدو نخلصوه من فوق ونعرفوا بالفنان التونسي. اليوم ولينا سيدي التابلوات في اللي تقطع في اللي ما تقطعش في خدمه تشهر، هذيك نتصور نتاع انسان تعب فيهم يقدمهم حتى اعوام. خرجت انا من السيبيكس على اساس باش نشكر المديره وباش نقول لها راهو هكا وهكا، راهو ان شاء الله باش يرجعوا لي لوحاتي. ما راعني الا سيبيكس واكسبو دبي، تو اكسبو دبي اللي يعرض المنتوجات التونسيه ولا اللي يخرج في بلاغ يكذب فيه هنا ويطلب مني من يطلب بمعناه رب عذر اقبح من ذنب، يطلب مني هنا الاعتذار، معناه بعباره منشور بعباره ان لم تستحي تفعل ما شئت. انا نحب نقول لهم حاجه، اللي كتبتوا بها كالمنشور هذاك قعدتوا ساعات تخموا فيه وتكتبوا فيه، علاش ما كتبتوليش به كونترات من سبتمبر وانا نستنى؟ انا نحب نقول لكم حاجه بركه، انساوا اللي قلتوا الكل، والتوانسه خلي انساوا اللي قلتوا الكل، وحتى يدخل اي واحد من سيبيكس ما لازمش يهزنا لسميه غالطه نتاع حوار، حاجات نكبشوا فيهم ونشدوا فيهم. فما كونتراتو كتابي لا، فما تامين وينو التامين نحب نشوفه ما ريتوش. فما كوميونيكاسيون، انا باش نسالك حاجه ممكن باش نلوم عليك فيها، كيفاش تبعث انت لتابلو نتاعك من غير ما تتحصل على كونترا ومن غير ما تتحصل على اسورانس؟ إدارة، هل أصبحنا احنا في إذا في دولة غابة؟ دولة مدام دولة، راه مشيت الإدارة التونسية مركز النهوض بالصادرات. إيه بشوية، أنت قبل ما تبعث لتابلو نتاعك حقك تحصلت على هذوما سجاء مدام، تعرف وقتاش بعثهم؟ تعرف ماشي بعثهم في أوت ولا جويليا، الإكسبو تبدا لو برومي، الإكسبو تبدا لو برومي، وباش يبعثوا باش يبعثوا المنتوجات من سيبيكس بالطيارة لو 23، قابلتهم جو بونس 4 جور افون، ثلاث ايام انا ديجا الوقت هذاك الكل هزيت لي تابلو نعمل لهم في لونكادرومون، معناه نحكيو على 48 اور ولا 72 اور بالزربه جات الحكايه الكل، قالوا معناها هما مزروبين. انا جو كرويي بيان فير نعاونهم على الزربه، مش قعدت اشهر وفي بالي ديكو باش نبعث باش يبعثوا لي كونترات ما تلفيه، هاو فما بروجي هاو باش نبعثوا لك بارمي هاو اجا صحح الكونتراتو في ديسمبر نكلموا من دبي كيف كيف. انا نحب نقول للناس الكل انساوا اللي قلتوا الكل، اعطيني كونتراتو مكتوب، اداره تتعامل اقل حاجه تخرج منشور. اقل حاجه تتعامل بكونتراتو وتكتب معناها في المنشور اللي خرجته قلت لك اكور فيربال ساعه، اول حاجه كذب، حتى اكور فيربال اكور فيربال ما ساعه اداره ما تتعاملش باكور فيربال، الاداره تحترم نفسها نورمالمون تحشم باش تكتب اللي انا عملت اكور فيربال وتقالت في الريونيون وصلحت لهم، قالوا لي قلت لهم وين الكونتراتو؟ قالوا لي عندنا ظروف، جاوبتهم بصريح العباره، قلت لهم سامحوني اما دوله تحترم نفسها ولا اداره تحترم نفسها مش تبدا فما حرب في البلاد لازم الدواليب الدوره تكمل تمشي، الكونتراتو لازم يتعمل مش في خمسه اشهر. وباش نزيد نعطيكم سكوب اخر اول مره باش نقوله، انا فخور اللي اوموا حركت شويه زعزعت الاداره التونسيه، خاطر البارح بركه ولت البارح يبعثوا للعارضين الاخرين في اكسبو دبي كونفونسيون فيها بنود، منها البند اللي ممنوع عليهم يتكلموا في الاعلام وممنوع عليهم يحاولوا يطلبوا بسحب المنتوجات نتاعهم قبل نهايه المعرض،
معناها إجابة على الحملة اللي عملتها أنا. اللي صار معك أنت تو تستنى في رد منهم ولا شنو اللي صار بالضبط؟ أنا تو عندي وعد من عند المدام من عند السيدة المديرة اللي مرة أخرى نشكرها، كانت متعاونة وتقبلتني برحابة صدر. نقول لها يا مدام أنا بعد ما وعدتني البارح هزيت لك مطلب المكتب الضبط فيه اللي حكينا فيه الكل، نستنى التأكيد بالكتابيا في الوعد نتاعك، الوعد نتاعك الشفوي نستنى في تأكيد كتابي، وبربي نحيوا التابلوات الكلهم من إكسبو دبي ورجعهم لي في أحسن حالة. وكان وعدها زادة يتضمن اللي اللوحات المتضررة التأمين هو اللي باش يتكفل بهم. هذا الكل كتبته في جواب في مكتب الضبط، عندي نسخة تو ننشرها إن شاء الله في الإنترنت، نستنى في الرد الكتابي منها والتأكيد ويوفى الموضوع ويسمعنا لبعضنا علم الخير. واضح ان شاء الله. على كل حال حاجتك كما هذو ما عادش يتعاودوا، لانه مش معك انت برك يظهر لي صارت مثل هالاشكاليات ويتحط الفنان والمبدع في وضعيه كما هذه. الحقيقه ماهيش اول مره، ان شاء الله الفنان ما تعاود. شكرا لك سجاد، يعطيك الصحه وان شاء الله تكون موجود بحذيه المره الجايه، مش كشيكي يقولوا واحد ولا متضرر، المره الجايه تكون موجود معنا باش تكون باش تعرض الاعمال نتاعك هوني في غاديو ميد افيك ان غران بليزير. هو ديجا فما معرض وربي يفضلكم، هو ديجا المعرض. شنو المعرض؟ احكي لنا وقتاش. فوالا نحكيوا على الحاجات الايجابيه. المعرض هو في متحف مدينه تونس قصر خير الدين، فيه اكثر من 50 لوحه كبيره وصغيره كلهم. هو المعرض هذا اسمه مسار، هو في حد ذاته هو رحله، خاطر فيه رواق، هو خمسه اروقه، فما رواق افريقيا، فما رواق تونس، فما رواق الشعر، فما رواق المشاهير، فما رواق الادب، فما رواق تونس العهد الذهبي، معناها دي بانتور لوحات على تونس القديمه. مرحبا بهم الناس الكل ينجموا يتفضلوا كما قلت لك كامل ايام الاسبوع من 10 ل 5 نتاع العشيه الا يوم الاحد في قصر خير الدين متحف مدينه تونس. تري بيان، دمت مبدعا سجي، يعطيك الصحه. يعيشك ربي يفضلك. يعيشك شكرا ليك. دونك احنا باش نعملوا بوتيت بوز ومن بعد نرجعوا خاطر عندنا اون دوزيام بارتي باش نحكيوا فيها زاده. موسيقيين يغادرون تونس الوجهه امارات. فيديو مؤثر شوي. يلا